اليوم غادي نعمل معاكم لاكلاص والعصير ديال الاناناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي، اليوم غادي نعمل معاكم لاكلاص والعصير ديال الاناناس. لاكلاص ماشي ديلي ناتا، نص يترو ديال ناتا، 125 غرام ديال السكر اللباني، العقده ديال اللباني، العقده ديال الفريسه، جوج المغارف ديال الكاكاو بودره، وعندي جوج البيضات. دابا خوتي مشي نطلع ناطا ومن بعد نرجع معاكم. خوتي نطلع ناطا ديالي، انا راه مشيت لا سكر لا فانيليا شويه. ها هما خوتي البيضات ديالي، غادي نضيف البيضات. يصبح الخليط ديالي على هذا الشكل. هذا دابا نمشي نقسمه على ثلاثة ومن بعد نتلاقاو. هذا نمشي نضيف له واحد المغرفه ونص ديال الكاكاو، هذا باش نضيف له شويه الليكيدو ديال فريسه العقده، كنضيف غير شتيتو راس معلقه ديال نكهه لاباني باش نخلط بهذا الشكل. خلط هذا هيدا حتى هو كلشي مع بعضو. هذا بينية ديالي هو هذا، عملتو في هاد البواطات هادو باش نشد عليه ونعملو في التلج ومن بعد نتلاقاو. دابا خوتي هذا لاكلاص ديالي من بعد ملي خرجتو من التلج، دابا نمشيو نشوفو الشكل النهائي ديالو. دابا خوتي باش نعمل معاكم العصير د اناناس، عندي 10 ديال اكواب ديال الثلج، 4 يترو ديال الحليب، عندي اناناس، عندي اناناس طري، واللي بغي يعمل اناناس د البوطي يعملوه معلب، 5 ديال الشرائح، وعندي جوج ديال دانونيس. دابا خوتي نمشي نوريكم الطريقه باش نعمل اناناس. انا حيتاش عندي اناناس هذه طبيعيه موجوده عملتها، ضفت اكواب ديال الثلج، باش نضيف الحليب، جوج دانونيس، ماشي نعمل جوج ديال مغارف السكر،
اخوتي هذا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص ديالي اللي حضرت معكم، والعصير ديال الاناناس. العصير ديال الاناناس اخوتي خصكم ملي توجدوه تشربوه ديك الساعه، ما يقدرش يبقى في النبيره اولا تخبعوه، حيتاش من البنيه ملي كتطول ما كتبقاش مزيانه، كتولي فيها واحد المذاق اخر. ودعموني اخوتي وعطيوني اللايك وشكرا.